لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.klaketnews.com. لا والله في تطور جامد جدا والدراما حلوه قوي، وانا شايفه ان في خطوات كبيره بتحصل ومهمه جدا في الدراما وفي التمثيل وفي التصوير وفي الاخراج كله. يعني اجواء في رمضان عامله ازاي؟ الايه؟ اجواء في رمضان، الاجواء انا ما بعرفش. بص السؤال ده يعني انا والله يا جماعه انا انسانه عاديه جدا، بصحى وبطبخ وبصوم وبتسحر عادي جدا، اكيد ما بعملش حاجه غير اللي كل البشر بيعملوه. تخيل تخيل. لا ماليش في الخروج قوي، لا لا لا، بس يعني ببقى العزومات اكتر حاجه بقى. رامز عامل رامز عقله طار، ايه رايك في برامج رامز جلال عموما؟ يعني انا بتفرج عليها كل كل سنة وخلاص اتعودنا على رامز زي الفوازير، بالنسبة لنا أساسي رامز، وربنا يستر نشوف هيعمل ايه السنة دي بقى. في نوعية المقالب عموما بتحب البرامج المقالب؟ اه والله لطيفة يعني، مش يعني انا ما جربتهاش يعني ما دخلتش فيها، بس انا بحب اتفرج عليها بستمتع بيها. بتحضري ايه الفترة الجاية؟ مسرح برضو بقى ان شاء الله بعد رمضان، بس نوع اخر بقى غير اللي انا كنت بقدمه، حاجه جديده خالص. جمهور كلاكيت بمناسبه شهر رمضان، بقول كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان، ويعود علينا وعليكم بالخير وسعاده يا رب، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد عشان وراها العيد برضو. كل سنه وانتم طيبين. ميرسي ميرسي.